مرحبا سمكي. اهلين عمي ابو خليل. دانيال مرحبا. اهلين عمي ابو خليل. ليش معصب؟ وعنا يا ليش اجيتي على الدكان؟ شو نسيت كلامك ابو خليل؟ ما انت كنت تقلي عادي بالدكان حتى لو غزلوك الشباب، معلش المهم يشتروا. انا ما عاد بدي اياكي تجي على الدكان. لا تنسى انه هذا المحل باسمي، انا اشتريته. انت ارتاحي وكل شيء بيجي لعندك. لا تنسى انه هذا المحل رزقي وانا ما بترك رزقي. بعدين انت كنت مبارح عند وحده، روح كمل ايامك عند هالوحده. ليش انت خليتيني كمل حكي؟ لسه ما قلت لك انه كنت عند وحده صرتي تبكي وتقولي طلقني طلقني. يعني شو بتتوقع مني؟ إلك جيبها لعندي أو عرفني عليها؟ لك يا حبيبة قلبي يا عيوني، هاي المرأة بتعطي قروض بالفايدة، يعني أنا قلت لحالي بأخذ قرض منها منيح يعني يكون كتير كبير ومنفتح دكان الأتاري. بس يعني مو ضروري تروح لعندك كل يوم كل يوم، وكمان أنت ما حكيت هيك من الأول. لك الحقير غضبان شافني وقلت له أنه بتعطي هاي المرأة قروض بالفايدة فحاول ينصب عليها فمنعته. أكيد هالحكي؟ لك يقبرني اللي بيفهم، والله أبد لك بنسوان الدنيا كلها. أمي أبو خليل، خالتي أم خليل بقلكن عمي أبو دانيال، دوقوا هالسمكة ودعوا له. يسلموا يا سمكي. إن شاء الله ألف صحة. يسلموا أبو دانيال. عراسي يا أبو خليل. أهلا. شرفي يا أم خليل، لفصفص لك هالسمكي. شرفي يا سمكة قلبي أنت.